خليني أنا رح أفتح الفرصة ورح رح أتكلم مع رشا، الأخت رشا نور. أنتوا دايما بتشوفوه على برنامج ليكن نور. الأخت رشا هي ضحت كثيرا من أجل إيمانها ووقفت وقفة بطل. وعلى فكرة رشا يعني كان عندها القناعة العقلية والإيمان القلبي، فهي خادمة للإنجيل وهي مفكرة وباحثة أيضا في مقارنة الأديان ومؤلفة مؤلفات كثيرة وكتب عديدة. فيك تفوت على السايت بتاع رشا نور وتقرأ عن فكرها وليه بتفكر في هذا الموضوع. أهلا وسهلا أخت رشا، أنت معايا على الهواء. أهلا بيك يا أخي نزار. ربنا يباركك، ربنا يباركك أخت رشا. وأنت مثل ما سمعتي يعني إيه لك رسالة هيك صغيرة عندك وممكن تصلي من أجل إخوتك وأخواتك العابرين. أول حاجة أنا أحب أشجع كل واحد عابر إن هو يثبت عينه على المسيح فقط، لأن إحنا كلنا في الموازين اللي فوق هنلاقي كتير جدا. أنا في حياتي الشخصية شفت العديد من الأشخاص والناس اللي ساعدوني في حياتي كتير، كان في منهم الإيجابي والسلبي. وأنا بشوف كمان من خدمة من خدمتي وسط العابرين إن العابرين أما بيحصل معاهم أي مشاكل، وخاصة لو كان المشكلة جاية من أبونا أو أسيس أو خادم أو حد معروف، بتبقى بتعمل له عثرة وبتفصله عن الكنيسة. أحب أشجع كل عابر إن هو أهم حاجة إنك أنت تقضي وقت في محضر ربنا، إنك أنت تقعد أمام الرب علشان هو يملأ عينيك ويملأ قلبك وتثبت عينيك عليه وتقول يا رب ثبت عيني عليه. لأن عادة الناس فيهم الإيجابي وفيهم السلبي، حتى الإنسان نفسه في حياته العملية في ردود أفعال إيجابية وسلبية لنفس الشخص. فأنا ما ينفعش إن أنا أعمل ليبل أو إن أنا أقيم الناس اللي حواليا إن دول وحشين أو دول حلوين، وبما إن هم وحشين أنا مش هروح الكنيسة. ده وضع كتير جدا أنا شفته في وسط العابرين. العابر عليه مسؤولية في علاقته مع ربنا، العابر عليه مسؤولية في إن هو ينغرس في الكلمة، تصدق إن المسيح اللي أنقذه من سلطان الظلام ونقله إلى النور وإلى ملكوت ابن محبته الله هو اللي يقدر إن هو يكمل معاه. تاني حاجة عايز أقولها إن لا يعطي مجد الآخر، لا يعطي أبداً مجد الآخر. يعني إيه؟ يعني الناس اللي أنت متوقع منهم إن هم يساعدوك ممكن دول ما يساعدوكش خالص، ومش علشان هم ما ساعدوكش يبقى هم ناس وحشين، لكن هم ربنا بيرتب حياتك بطريقة معينة إن اللي بيساعدك هو بيرتبه. فلازم أنا أقبل من إيد الرب الترتيبات اللي هتحصل بحياتي وأستسلم تماما لخطة الله في حياتي، لأن خطة الله هي علشان أنا أكبر روحيا، علشان أنا أتعلم، علشان أنا أنغرس في كلمته، علشان أنا أتكل عليه كلكم. فدي أول حاجة ودي تاني حاجة. ثالث حاجة أنا عايزة أشجع كل بيت فيه عابرين أب وأم وأولاد. عايزة أقول للأب والأم يمكن أنتوا أول جيل عرف المسيح وأنتوا اللي هتعلموا أولادكم المسيح. أنا عايزة أقول لكم أنتوا عليكم مسؤولية جامدة جدا جدا جدا. أنتوا اللي هتجيبوا البركة في هذا النسل ونسل النسل. يعني أنت تشفعك لأولادك وإنك أنت تغطي أولادك كل يوم بدم المسيح، تنقل لهم إيمانك وتعلمهم إزاي إن هم يقروا في الكتاب وإزاي إن هم يصلوا وإزاي إن هم يتعلموا المسيح من حياتك أنت العملية. دي حاجة مهمة جدا جدا، لأن إحنا كخلفية إسلامية إحنا ما عندناش الميراث اللي فيه البركة. في ناس مسيحيين بيبقى عندهم الميراث ده نتيجة إن حد مؤمن في العيلة قاعد يصلي من أجل العيلة ومن أجل الأجيال القادمة. إحنا ما عندناش، فإحنا البداية، فإحنا المسؤولية علينا أكبر بكتير من أي حد مسيحي. إحنا محتاجين إن إحنا نقف بولادنا نتشفع من أجلهم، محتاجين
محتاجين ان احنا ننقل ده علشان دول كنيسة المستقبل، علشان دول اللي هي هم اللي هيقفوا الاسوار وهم اللي هي وهم اللي هيكملوا. عايز اقول ان الحل ان احنا نكمل جوه الكنيسه، الحل ان احنا نكمل نبقى جزء من الكنيسه ونبقى عندنا بنروح اجتماعاتنا وبنحضر اجتماعاتنا مهما حصل في الكنيسه، مهما حصل في الكنيسه. ليه؟ لانك انت خارج الكنيسه انت بتعمل بتبقى عامل زي الفحمه اللي خرجت بره الشوايه، فبتلاقي نفسك بتتطفي بعد شويه، بتبقى خارج مجال الحمايه الامبريلا اللي هي شمسيه الحمايه الالهيه. انت جوه الكنيسه محمي بالصلوات اللي بترفع للجسد ده كله، فانت محتاج انك انت تنتمي للكنيسه، مش تقعد تتنطط من كنيسه لكنيسه ومن طائفه لطائفه ومن اجتماع لاجتماع. اثبت في كنيسه واكبر في كنيسه وعلم اولادك في الكنيسه ديت، خلي اولادك ينغرسوا ويتعلموا ويبقى عندهم انتماء لجسد معين، لجسد جسد المسيح. وده اكثر حاجات دي انا اثرت فيا وانا انا انا فرقت معايا. واحب اقول لكم ان ان الاوقات اللي انا كنت بقضيها في الصلاه والاوقات اللي انا كنت بلاقي فيها تحديات جوه الكنيسه والاوقات اللي انا كنت بلاقي تحديات مع اولادي وكنت بلاقي تحديات مع ناس، هي دي اكثر اوقات انت بتتبني فيها وبتقوى فيها وبتكمل فيها. وانت مش هتبقى على طول طالع نازل، ايمانك يطلع شويه وينزل شويه، لا انت محتاج انك انت تقعد في محضر الرب وتتغذى بكلمته. خليني ارفع صلاه صغيره من اجل كده. اتفضلي يا اخت رشا، اتفضلي. يا رب يسوع المسيح، انا بحط قدامك كل العابرين يا رب، كل العابرين يا رب، زي ما انت يا رب مشيت معايا السكه، امشي مع كل واحد فينا السكه وكمل معانا هذه السكه يا رب لغايه اما نقابلك ونشوفك. يا رب ثبت اقدامنا على ربنا يسوع المسيح، على صخر الظهور يا رب. اغرس نفوسنا في كلمتك، اغرس ارواحنا في كلمتك، املانا بالايمان، ثبت عينينا عليك عشان ما نتعثرش من اي حد، لكن يا رب نبقى ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله يسوع، يسوع يسوع اللي بيملى المشهد، يسوع اللي بياخد كل المجد. يا رب بحط يا رب كل عائله بتتعرض للاضطهاد تحت غطاء الدم، واثقه انك انت يا رب ليك خطه حياه كل واحد واحنا بناخد الخطه دي منك. واثقين يا رب ان الخطه دي هي المجد اسمك، احسن خطه لحياتنا، زي ما ابتديتنا من سلطان الظلمه واديتنا حياه ابديه، واثقه انك انت هتكمل معانا مشوار حياتنا الى ان تجيء دخولنا معاك. نبارك اسمك يا رب، نديك كل مجد الى الابد، امين.